يبلغ لكم سي سليم اعتذاراته لأنه لم يتمكن من التواصل معكم نظرا لظروف خاصة جدت في آخر لحظة. إذا نيابة عن السيد سليم الرياحي وباسمي وباسم جميع أعضاء الهيئة المديرة للنادي الإفريقي نرحبوا بالجميع ونقدموا لكم أحر التهاني على الإنجاز الكبير اللي حققوه أبنائنا في السنة الماضية، إنجاز وطني عظيم. إن شاء الله هذا الإنجاز يتدعم على المستوى العربي والإفريقي ولما لا العالمي. إن شاء الله أبنائنا الممتازين اللي حاضرين اليوم معنا نخلق منهم أسامة ملولي جديد لتونس، وعلاش لا زوز والعشرة أسامة ملولي جدد. نحن هنا لنعلم الجميع أن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي سوف تلتف حول أبنائها الممتازين والناجحين، وبقدرة الله سوف نوفر لهم جميع ظروف النجاح سواء تعلق الأمر بالظروف المادية ولا المعنوية. نعلم الجميع أيضا أن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي منفتحة على الشباب الممتاز هذا. أي شاب من الشباب ولا أي شابة من الشباب عندها مشكل رياضي بإمكانهم أنهم يتصلوا بالهيئة المديرة، وإن شاء الله نلقوا لهم جميع الحلول. وبقدرة الإله كونوا مطمئنين وأن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي سوف توفر كل ظروف النجاح لهذا الشباب. وشكرا. والله اليوم نحتفل بالفرع السباحة في النادي الإفريقي، هو بطل عن بطل عن بطل، فهمت؟ وفرصة باش نكلموا فيها لي زونسيان بريزون سيكسيون اللي هما خدموا، وإحنا نكملوا في الخدمة نتاعنا. أنا محمد سمعت رئيس فرع السباحة، لقى هو رئيس فرع السباحة من 2005 حتى 2010. محمد والدي خديت السيكسيون من عام 92 إلى 2000. أنا محمد كمون رئيس فرع السباحة بالنادي الإفريقي مدة 3 أواس من 87 إلى 91. نقلت لكلوب عندي 4 سنين خاطر لقيت جمعية كبيرة وخير باش تعاوني أكثر من الستير. نترنا في فرنسا عندي توا 6 سنين، سنة عمت شامبيون دافريك، عملت في شامبيون دافريك 50 غراس 3 في 200 غراس اي جو دو ميداي في الكورسي 4x400 4x200. شامبيون تونسي الاخر عمت جيب دو ميداي دور اون برونز. عندي دو ريكور تونسي 50 متر 100 متر براس تي بان اي 50 متر براس وبما. وطلال شنو حلمه ولا وين يحب يوصل؟ والله انا معناتها قبل ما كانش عندي نيفو باهي، بديت عندي بروغريسيون من بروغريسيون بالكدا. حلمي والله نشارك في الألعاب الأولمبية 2016 هو من توا بدينا نحضروا فيها، وشامبيونات دي موند اللي باش تقوم في برشلونة عام 2013. عسلمة أسمى صمود، حصلت على ميدالية برونزية في الألعاب الإفريقية في كينيا سبتمبر. عام سنة عملت ريكورد تونيزي اللي ما طاحش عنده 10 سنين، عملته في أثينا 52. وعملت زيادة عام ناول في ديسمبر زيادة طيحت ركور واحد آخر 52 في المسبح 25، واللي عنده 10 سنين طيحت رقم القياسي عام في
حمال بس حوض 50 متر كهو توا كرمونا تكريم به مع نادي الافريقي والامبيونس بهي وشي بهي الحمد لله يا رب. تقييم المرابط سباحة منتخب وطن التونسي سباحة الافريقي من 2008 كما تشوفوا اليوم النادي الافريقي توجني على الاشياء النتائج اللي قمت بها حصلت على بطل فرنسا شامبيون دو فرانس كالفيكاسيون جوز اولمبيك وسي بارتيسيباسيون كانت حاجة باهية زادة وما قصرتش الحمد لله. Voilà, dernièrement, j'étais trois fois champion d'Afrique, deux fois vice-champion d'Afrique aussi. Je veux dire que les membres de l'Afrique qui étaient présents aujourd'hui,